السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن الكوسه، بس مش الكوسه اللي خلت هايدي تاخد بوزيشن احسن منك في الشركه عشان الجيبه بتاعتها حلوه، او الكوسه اللي موقفتكش في طابور عشان خالك يبقى رئيس مراجيح مجد النبي. احنا هنتكلم عن الكوسه النبات اللي بتتاكل، اللي مش عارف انا ازاي مجليها طول الوقت ده. ولو ما بتحبهاش اوعدك هتحبها بعد الفيديو ده، ولو بعد الفيديو ده ما حبيتهاش اعتبرها جواز صالونات وهتحبها بعد حين. الزوتشيني او الكوراجيت ده اسمها اللي مش عارف له معنى، بس الاسم اللي طلع على المواقع العالمية كلها بتاعه التغذية اسمها زوتشيني او كوراجيت. تحس اسمه كده زوتشيني ده تحسها زي عارف فومانشي، حاجة صيني ياباني الله اعلم. كوسة سميها كوسة عادي، ربع كيلو بيديك 17 سعرة بس، بيديك 40% من احتياجك اليومي من فيتامين ايه. طب هل هي فيها فيتامين ايه بس؟ لا، فيها حاجات بالهبل، بس انا بديك الاعلى نسبة هي دي اللي اتعلم عليها. طب فيتامين ايه مفيد لعينيا، مفيد لكل جسمي، وهنتكلم بالتفصيل. فيها فيتامين سي، فيها بوتاسيوم، فيها مغنيسيوم، فيها زنك، فيها منجنيز، فيها فيتامين بي 6، وفيها فوليت، مضادات اكسدة لا حصر لها، حاجة اسمها زيازانسين وليوتين وبيتا كاروتين، ودول مفيدين لعينك جدا ومفيدين لقلبك ومفيدين لانواع خاصه في السرطان، وخاصه سرطان البروستاتا، دي صديقه البروستاتا بتاعتك. في ريسيرش كده ظريف جدا قريته، ان اللي بيقول لك الكوسه اللي مسفره بيبقى فيها انتي اوكسيدنت اعلى. طب ليه؟ لان الانتي اوكسيدنت او مضادات الاكسده اللي هي مضادات للزهايمر، للشيخوخه، للالتهابات، للكانسر، دي بتبقى موجوده على السطح او السكن او الجلد بتاع الكوسه. فكل ما كانت مسفره ما تشتمش الراجل وتديله على وشه بالطفايه، لا اشتريها منه، دي الاحسن، وهيقول عليك فاهم. هتحسن لك الهضم لان هي فيها ميه كتير، كمان فيها حاجه اسمها انسوليبل فايبر، الياف. هي فيها نوعين على فكره، اللي بيدوب واللي ما بيدوبش، بس اللي ما بيدوبش ده بيحارب لك الامساك، يعني هيخليك تخش هتخش. وجدوا سبحان الله ان هي فيها بكتيريا نافعه بتتحول لحاجه اسمها شورت تشين فاتي اسيدز، دي مغذيه جدا لخلايا المعده كلها، فهي صديقه للمعده وللهضم وللقولون، تقلل لك الالتهابات وهتحارب معاك القولون العصبي او الاي بي اس، قللت سكر الدم جدا، عشان كده اتكلمنا عنها في الفيديو بتاع السكري من النوع الثاني، هي مفيده او صديقه لمرضى السكر من انواع النوع الثاني والاول. برضو عملوا تجارب على الحيوانات لقوا ان هي قللت سكر دمهم بشكل ملحوظ، بتحسن حاله القلب. اجدادنا زمان كانوا بيقولوا الكوسه دي بياكل منها القلب، هي مفيده جدا لقلبك، شرايينك، بتعمل دايليتيشن كده وبتقلل الضغط بتاع الدم كمان، فمفيده جدا للقلب. فيها بقى البيكتين، البيكتين ده سوليفل فايبر او الياف بتذوب في الماء، دي بتقلل ال LDL او الكوليسترول الوحش اللي موجود في دمك. عملوا ريفيو، والريفيو ده كان مكون من كذا ستادي، 67 ستادي، عملوه لمده شهرين وادوا للناس 10 جرام لمده شهرين من السوليفل فايبر ده، لقوا ان قلل عندهم ال LDL او الكوليسترول الضار ده بشكل ملحوظ جدا. فيها بوتاسيوم اللي هيقلل ضغط دمك فهيحافظ على قلبك، هيفتح الشرايين، وما ادراك ان الشرايين بتاعتك تتفتح، هيعالج لك حاجات كتير، وهيجري سريان الدم في حاجات كتير. تحسين الرؤيه لان هي فيها فيتامين سي، فيها بيتا كاروتين، فيها ليوتين، فيها زيازانسين. طب الليوتين والزيازانسين اطباء الرمد يساعدوك ويقولوا لك القصه دي، ان هم بيتراكموا في حاجه اسمها الريتنا او الشبكيه عندك في العين، وده بيحسن لك الرؤيه. كمان في مرض اسمه ماكيلر ديجينيريشن، هي بتقلله، كمان بتقلل الكاتركت او الغيامه اللي بتبقى على اللينس او العدسه بتاعه عينيك، هتقلل الميه البيضه او على الاقل هتساعد في ده، هتساعدك في التخسيس، لان هي فعلا فيها مقومات كلها اللي بتساعد في التخسيس. اولا ميتها عاليه، ثانيا الكالوريز بتاعها قليله، ثالثا بتحسسك بالشبع، فهي فعلا فيها كل المقومات، رابعا كمان ان هي بتقلل سكر الدم، فمش هتعلي الانسولين بسرعه، فمش هتتراكم عندك الدهون بسرعه، ففعلا هي كنز. الكوسه هتحافظ على عظمك، فيها مضادات اكسده كتير، فيتامين كي، وفيها مغنيسيوم، كمان مضاده للسرطانات خاصه سرطان البروستاتا زي ما قلنا، لان هي فيها الانتي اوكسيدنت او مضادات الاكسده. انا اسف ان الكوسه دي متهالكه شويه. وجدوا كمان ان هي بتقلل حاجه اسمها تورم البروستاتا الحميد او البروستاتيك هايبر بليجيا، تورم كده او تضخم في البروستاتا الحميد نتيجه تجمع السوائل فيها، هي بتقلله وبتساعد في ده جدا، هتفيدك في صحتك الجنسيه وكمان في الجهاز البولي كله هتنضفه. عملوا تجارب على الفئران لقوا ان هي حافظت على غدتهم الدرقيه، فهيفيدك في التخسيس وهيفيدك في لو انت مريض غده او عندك مشاكل في الغده عامه او مقلق من ده، بس طبعا بعد ما تروح تحلل ده. تتعمل ازاي او تتاكل ازاي؟ عشان عارف هتسال السؤال ده، اعملها سوتيه، اسلقها، انا بحبها مسلوقه، اشويها، احشوه، خللوه، لا ما ينفعش مخلل، بلاش مخلل، حبها، لازم تحبها، بس حب النبات مش الفعل. في النهاية كان معاك دكتور محمد اسماعيل، قناة كبسولة التغذية، اعمل فولو لايك وشير، تابعني على كل المنصات باسم قناة كبسولة التغذية، سيب اسئلتك في الكومنتات، اسمنا التاني على المنصات التانية ممكن يبقى نيوتريشن كبسول او دكتور اسماعيل، هتلاقينا بكذا اسم، سيب اسئلتك في الكومنتات، اكتب لي في الكومنتات عايزني اتكلم في ايه بالذات، ايه اللي شغلك في موضوع خاص المرة الجاية، قول لي رأيك في الفيديو،
رأيك مهم جدا بيخلينا نستمر او لا. ابعت رسالة على الخاص اسأل فيها على المتابعات الاونلاين، المتابعة بتكون 1 تو 1 لو عايز توصل لهدفك، سواء تخس او تتخن او تعمل فورمة او كمان حياتك النفسية اللي بتأثر بشكل كبير جدا على حياتك الجسدية. اتمنى اكون فدتك، شكرا.